في مسعى لزيادة محتواها العربي، أعلنت منصة نتفليكس العالمية عن توقيع عقد شراكة مع استوديوهات شركة تلفاز 11 السعودية لإنتاج 8 أفلام سعودية جديدة عدا 6 التي تم بثها منتصف هذا العام، والمعروفة بسلسلة 6 شبابيك بالصحراء، على أن يتم طرح أول هذه الأفلام الجديدة نهاية عام 2021. ينضم إلينا من الرياض علاء يوسف فادان، المدير التنفيذي لتلفاز 11. مرحبا بك سيد علاء معنا في هذه النشرة. أنتم كان عندكم تجربة سابقة طبعا في نتفليكس من خلال 6 شبابيك في الصحراء، كانت عبارة عن أفلام قصيرة، اليوم تغير الوضع، أصبح لديكم 8 أفلام طويلة. ما الذي تغير؟ هل أصبح هنالك تطور في تلفاز 11؟ أم أن الثقة أيضا زادت من هذه الشبكة، شبكة نتفليكس، وعطتكم مساحة أوسع بعد نجاح الأفلام الماضية 6 شبابيك؟ طبعا الاثنين، يعني نحس أنه صار في تطور في تلفاز، وإحنا دائما في تطور، دائما نحاول أنه نبني من نفسنا. لكن إحنا اليوم هنا لأنه التعاون اللي صار مع تلفاز في 6 شبابيك في الصحراء كان جدا ايجابي بالنسبه لهم، مما ادى اننا انهم جونا وقالوا انه النتائج كانت ايجابيه لدرجه احنا نبغى نسوي معاكم عقد طويل المدى لمده سنوات يعني متعدده قادمه، وثمانية افلام يعني. هذا وش المعايير اللي يتم فيها اختيار المنتجين مثلا من قبل نتفليكس؟ يعني مثلا هم اليوم اختاروا تلفاز 11 لانتاج 8 افلام، وش المعايير اللي على اساسها يختارون تلفاز 11 او اي منصه ثانيه؟ طبعا هم يعني يهمهم اول حاجه الكواليتي حق المحتوى. فاللي صار هم لما جو في المنطقه، قبل ما يجوا في المنطقه طبعا سووا البحث حقهم، وهذا اللي قالوا لنا اياه، يعني انه احنا بحثنا في المنطقه وسالنا وشفنا المحتوى، وكل الأصابع كانت تشير إلى تلفاز، وقالوا لهم إذا أنتم تبغوا تشتغلوا مع صناع محتوى لازم تشتغلوا مع تلفاز. فأنا أتوقع أنه يعني السؤال هذا يبغانا نسألهم هم إيش اللي يخليهم يعني يتعاونوا مع شركة زي تلفاز. لكن حسب اللي هم يقولوا لنا إياه أنه إحنا كنا نبغى المحتوى اللي يلامس الواقع. طيب. ويعني يحكي للشباب على هذه منصة عالمية، يعني مشاهدة من كل العالم، يعني ليست منصة محلية، وش المواضيع اللي بتكون في هذه الأفلام؟ هل ستكون مواضيع محلية للتعرفة بالثقافة السعودية، ولا أنتم بتراعون أنه المشاهد لهذه الأفلام لن يكون فقط من السعودية، بيكون من كل العالم؟ صحيح، يعني احنا صراحة سعداء يعني جدا بهذا التعاون البرنامج مع نتفليكس، هو يؤكد على نجاح استديوهات تلفاز 11 وازدهار الصناعة الإبداعية والإنتاج السينمائي في المنطقة. وهذه الأفلام راح تستعرض الثقافة والمواهب اللي تتمتع بها يعني السعودية وشبكة صناع أفلام تلفاز 11، وطبعا المواقع التصوير المذهلة الموجودة في منطقتنا للمنطقة، يعني للسعوديين والسعودية وللعالم كله. فيعني من أهدافنا أننا ننتج قصص تعبر بكل شفافية عن الثقافة السينمائية الفنية للمنطقة، عن ثقافتنا، أننا كمان يعني ممتاز يعني نسوي اكسبورت للثقافه حقتنا. ممتاز. انتم عندكم 8 افلام، هل في وقت معين لتسليم هذه الافلام لشبكه نتفليكس، ولا في وقت مفتوح؟ لا، هو في وقت، يعني هي يعني على عده سنوات، يعني على الاربع خمس سنوات القادمه ان شاء الله راح يعني ننتج 8 افلام سينمائيه مع نتفليكس، مش فقط السنه القادمه يعني. لا مش السنة القادمة، السنة القادمة حنبدأ، يعني إن شاء الله الناس حيبدأوا يشوفوا الأفلام تبدأ تطلع السنة نهاية تعتمدون السنة القادمة. على فنانين وممثلين معروفين، ولا في شباب ومواهب جديدة بتبرزونهم من خلال هذه الأفلام؟ الاثنين صراحة. احنا أول شيء يعني يهمنا القصة، السرد، كيف الحبكة حقة القصة، هذا رقم واحد، وبعدين نضيف الممثلين ونضيف المواهب على حسب القصة، إذا هم يقدروا يخدموا القصة ولا لا. فإذا المشروع يعني تجاري ويحتاج ممثلين مشهورين ما عندنا مانع، لكن برضو إذا المشروع يعني نقدر نعطي فرصة لناس جديدين تطلع، مواهب جديدة، وهذا أصلا كان من أهداف تلفاز 11 إنه احنا نحفز ثقافة الإبداع. طيب على أخيرا، بصراحة المردود المالي اختلف من التجربة الأولى عن التجربة الجديدة والعقد الجديد؟
ايوه طبعا، يعني هو هو العقد غير، يعني الاتفاقيه الاولى كانت على 6 افلام قصيره، كان مسلسل قصير، الان صار على يعني عده سنوات، افلام 8 افلام طويله فيتشر فيلمز، فطبعا يعني يختلف المردود، والحمد لله ان شاء الله احنا دائما يعني في تطور، وبنحاول نكون انه يعني دائما في حسن ظن المشاهدين. شكرا جزيلا. ومن هنا يعني انا صراحه حاب اشكر يعني سمو الامير بدر بن فرحان وزاره الثقافه وهيئه الافلام باهتمامهم في هذه الصناعه ودعمهم يعني لتطوير صناعه الافلام وارتقائها على المستوى العالمي، يعني مطلعين ومتفائلين وكلنا يد واحده ان شاء الله.